الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهني جماهير الشعبان اليمني العظيم بمناسبة الذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، كما أهني القيادة السياسية بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وكافة جماهير الشعب لما تمثل هذه الثورة من أهمية، خاصة في مثل هذه الظروف التي يعيشها شعبنا. نتذكر من خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وأهميتها، وأهني أيضا القيادة السياسية بمناسبة الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات في الساحل الغربي وفي الصعدة وفي كل مناطق العدوان. أيضا لنعيد الحكم الجمهوري، ونثبت الجمهور والقضاء على الانقلاب التي تقوده ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. أهمية الثورة تتطلب من جميع المواطنين وجميع الشرفاء وجميع الوطنيين الأحرار الاصطفاف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف العدواني خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي.